انا سلوى علي الدين من ابو العلو، اخصائيه علاج طبيعي، بشتغل في المستشفى بتاع ابو العلو. 31 سنه، عضو في الحزب المصري الديمقراطي وعضو في حركه هجد. كنت بفكر انا وشباب معانا في الحزب انه ليه لا، يعني ليه ما ننزلش، ليه ما نخدش التجربه، حتى لو كانت التجربه من الشكل العام تجربه صعبه و غريبة ان شباب يعملوها وما خدوش قبل كده انهم ينزلوا انتخابات او يتعرفوا على الناس. تاني حاجة ان دايرة قصر النيل عادة ما بيطلعوش منها ست من بولاق ابو العيلة، وانا بشوف ان بولاق ابو العيلة قاعدة انتخابية كبيرة، يعني كور اساسي موجود. فقلت وليه لا، ليه ما انزلش عن بولاق ابو العيلة، ليه ما اقولش ان في بيطلع ستات من بولاق ابو العيلة ممكن ان هم ينزلوا انتخابات، وفي نفس الوقت اشجع ستات تانيين موجود بنات موجودين ان هم ما يخافوش ينزلوا محليات. بحلم ان عندنا السيدات المعيلات ياخدوا حقهم، ما يبقوش متوكلين على ان فكره ان حد بيصرف عليهم وخلاص. بحلم المهن الحره الكتير اللي موجوده زي النجارين زي السباكين زي النقاشين يبقى لهم نقابات مستقله بتديهم حقهم، لما الراجل ده يقع هيقعش بيته ويقعدوا يدوروا هيعملوا ايه. يعني دي حاجة انا اتمنى ان انا اعرف اأمنها للناس دي. اكبر التحديات بالنسبة لي الحالة العامة اللي موجودة في البلد، يعني ده اعتقد ممكن يكون تحدي عند كل الناس، ان في رفض كبير من قطاع كبير من الشباب انه يشاركك، او انه هو بيتفرج عليكي وعجبه الحلم بس هو مش عايز يشاركك لانه مقتنع ان في سياسات عكسه ومش بتظهره. تاني تحدي بيواجهني رؤوس المال، ولان انا في يعني دايره لطيفه جدا وهي دايره قصر النيل، فاكيد هواجه رؤوس مال كويسه وبتتحكم في جزء كبير سواء من اهالي، ما بحبش اقول عليهم ما همش فلوس، لكن بتوصل لهم الخدمات اللي هم بيفهموها بالطريقه بتاعتهم، سواء كانت البطانية ولا الزيت ولا السكر ولا الخدمة اللي هم عايزينها. ودي حاجة بتاخد أصوات كتير حتى لو مكانش في الاتجاه السليم. والحاجة التالتة العائلات، فكرة العائلات، فكرة ان انت بتشتغلي في منطقة الكور الاساسي عائلات وتجار، فبيبقوا محتاجين اللي بيصب للتجارة بتاعتهم او بيحمي التجارة بتاعتهم وبيمنع ممارسات ليهم. اهمية وخطورة البرلمان اللي جاي انه داخل على مجموعة تشريعات وقوانين كتيرة جدا ومتشعبة جدا، والحكومة اللي احنا فيها حاليا تعمل قوانين كتير جدا تحتاج انها تدرس، وبتمس شكل الاستثمار، مس شكل الدعم، مس شكل الحقوق المدنية والحقوق المباشرة السياسية. فما ينفعش يبقى فيها تاني نائب خدم، يعني ما ينفعش تاني النائب اللي حاطط تحت دراعه ظرف ومشي بيه، يعني ما اعتقدش ان دي تنفع.